قامت انتهت المباراة بفوز الريال وكان أبناء الريال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء إلى جانب سعيد رسول مدير فريق أبناء الريال. سعيد هل توقعتم فوزا بهذه السهولة في مباراة كمي؟ على ما يبدو كنت مع القدم مهمة في مباراة كمي. سلامات محمد. سلامات 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 سعيد. توقعنا المباراة كانت كتير قوية، احنا محضر للفريق من اول السنة. انا حكيت معاك محمد، فريق مكابي ابن الريني، فريق اللي بيلعب من لعبة للعبة، بعدنا بنقول نلعب من لعبة للعبة، ونتمنى انه باخر السنة نكون ليجا بيت لهنا. لحد اسا احنا بالمباراة الثانية بالسبوب الثاني، مباراة ثانية الجولة الثانية، وبعد الطريق طويلة، بعد عنا 9 مباريات، واحنا شفنا انه مكابي الريني تعطلت مع فريق تحتيه الفرق من القاع، عشان هيك احنا ما بنقولش انه احنا طلعنا على ليجا بيت. مين الفريق المنافس اللي شافه بشكل جدي سعيد الريني؟ اذا انت بتطلع اليوم على القمه في اربع فرق اللي هن بالقمه، اللي هن مكابي ابن الريني، نتيرت اليت، عفولي رجعت امبارح للصوره بعد غلبها بير ميسور 1-0، ومصمص بعيد عنا 3 نقاط. شايفي طلع ولا بعده بالصوره؟ والمشايخ كذلك الامر بعيد عنا اليوم 5 نقاط. في بونص للاعيبه اليوم؟ في بونص؟ في بونص. اول شيء البونص دائما موجود، وحديت انا شغله مجرد انه احنا غلبنا باحسن بونص للاعيبه. شكرا لك. شكرا لك. اللعيبه وقفت الزام عم يلعب باحسن بونص. شكرا لك يا سعيد بصور، شكرا جزيلا لك. شكرا. محمد. الى اللقاء. عامر. نعم محمد، الى جانب ايضا الحارس المتالق جملة اخبار بعد نص دقيقة. جملة مهرب، ماذا تكون جمهور الريني الذي يحتفل بهذا الفوز؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. ان شاء الله نشكر جمهور الريني اللي اجوا وزارونا اليوم، وكمان نشكر جمهور المشارفة، وان شاء الله مكابي الريني بالفريق الصغير الدرجة الثانية. انت جبت الغلوب ولا اللعيبة اللي ضربت الجوال؟ كل الريني جابت اللعيبة، كنا ال 11 والاحتياط كنا جبنا الفوز. شكرا جزيلا مهران غدير، وشكرا لك الزميل عامر محميد من استاد السلام، شكرا لك. اذا سيداتي وسادتي